حق من الرحمن، غذاؤه ميزان، يشفى به الإنسان، فالتين والرمان، فواكه الجنان، والخل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن مزيد من الخدمات التي نقدمها في نظام الغذاء الميزان لإخواننا وأخواتنا الذين يريدون أن يستفيدوا من هذه الخبرة. كما قلنا سابقا أن الدراسات تشير أن الجينات التي تؤهبنا للإصابة بالأمراض ليست هي وحدها مسؤولة عن حدوث المرض، واستدلينا على ذلك بالدراسات التي أجريت على التوائم المتطابقة. هؤلاء توأمين عاشوا في مناطق مختلفة، أحدهما مارس نمط من الحياة صحي وجيد وغذائي ممتاز، وأحدهما مارس نمط حياة صحي سيء وتغذية سيئة، فالذي مارس الحياة السيئة أصيب بأمراض، أما الذي مارس الحياة الصحية الطيبة فلم يصب بأمراض، بالرغم أنه الدي ان اي متطابق بينهما. واستدلينا على ذلك أيضا بالناس الذين هم من منشأ ياباني على سبيل المثال. معروف في اليابان أنه هناك لديهم نمط حياة يجعل إصابتهم بالجلطات وتصلب الشرايين قليل جدا جدا جدا. فاليابانيين الذين هاجروا إلى أمريكا حيث نمط الحياة هناك يؤهب إلى نسبة عالية من الإصابة بالجلطات وتصلب الشرايين وجلطات الدماغ وما شابه، بدأت هذه النسبة ترتفع عند هؤلاء اليابانيين لتصبح مثل الأمريكيين، مما يدل على أن نمط الحياة هو الأهم في تحديد حدوث الأمراض. ولذلك نحن نعمل عندما تتواصلون معنا ننصحكم، ويكون ذلك على شكل برنامج متواصل لمدة 6 شهور. يعني يتواصل الشخص يقول طيب أنا عندي مثلا تصلب في الشرايين، ماذا أفعل؟ أول شيء ننصحه بمنتجات غذائية صحية عليها دراسات أثبتت أنها فعالة وتساعده، وليس واحدا إنما عدة أنواع، نحن نريد أن نغير نمط حياته. ننصحه كيف يأخذ الطعام بترتيب معين، بكيفية معينة، بتوقيت معين، فحتى التوقيت له دور في التأثير على التعبير على الجينات، لأن نكتشف أن الأمراض التي نحملها هناك جينات تعبر عن ظهورها، والأطعمة تستطيع أن توقف هذه الجينات عند حدها، فندله على الأطعمة التي أثبتت الدراسات أنها توقف التعبير عن مرضه، فيكون مصابا بتصلب الشرايين فيتوقف تصلب الشرايين عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. ونعطيه كثير من القواعد الغذائية على مدى 6 شهور، يعني كلما اتصل فينا ويجد بشكل تلقائي مجرد ما عمل سبسكرايب أو سجل لأول مرة وهو مهتم بهذا الموضوع، سيجد سلسلة وموسوعة ضخمة من المعلومات الموثقة علميا والمعروضة بأجمل شكل وبأبسط شكل تصله تباعا بإذن الله إلى أن يصبح يغير نمط حياته تدريجيا ويحصل على حياة أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. ببساطة نستطيع أن نساعدكم ونقدم لكم معلومات تفيد الأشخاص من عمر سنة حتى عمر 100 سنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لنقدم لكم بإذن الله نمطا من الحياة مبنيا على الدليل العلمي ومأخوذ من ثقافتنا يساعدكم ويحسنكم بإذن الله لتصلوا إلى أفضل مستوى صحي بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا مخلصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يفيدنا فيما علمنا بإذن الله. في الحلقة القادمة سنجد مزيدا من التفصيلات في الخدمات التي نقدمها وفي منتجات الغذاء الميزان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيكون موضوعنا اليوم عن موضوع هام جدا 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 منتشر بشكل كبير
أنا كطبيب في عيادة أرى انتشار هذا الموضوع بشكل أكثر مما يتخيل الناس. أتحدث عن الاكتئاب والخوف والقلق والهلع والوسواس والأفكار السوداوية والتعب والإرهاق ومشاكل التركيز والعصبية والنرفزة إلى آخره. في الحقيقة إنه هذا الموضوع لا يأتي معزولاً، يعني في قليل من الحالات يكون هناك اكتئاب فقط أو قلق فقط، ولكن عادة يأتي مترافقاً مع عدد كبير من الأمراض. ما أهم الأمراض التي يمكن أن يترافق معها الاكتئاب؟ من هذه الأمراض على سبيل المثال القولون العصبي وأمراض المناعة الذاتية، كذلك حالات التهاب المفاصل، حالات صداع الشقيقة، حالات الإكزيما. أنا أرى حقيقة إنه أعراض الاكتئاب تكون واضحة وظاهرة بشكل كبير جدا عند هؤلاء. طيب، واحد يقول دكتور أنا كيف ممكن أعرف إنه أنا مصاب بالاكتئاب أو قلق أو الوسواس أو غيره أم غير مصاب؟ نقول واحد من العلماء المهمين عمل مقياس اسمه سموه فيما بعد باسم هذا العالم مقياس هاملتون. طبعا مقياس هاملتون هو مقياس أصلا سكرينينج، يعني لعملية المسح، ولكن فيما بعد أجريت دراسات أثبتت فعالية هذا المقياس لتشخيص الاكتئاب. والحقيقة إن هناك 9 أعراض أو 9 علامات موجودة في هذا المقياس تؤكد إنه الشخص مصاب بالاكتئاب أو لا. طبعا ليس من الشرط ظهور 9، يكفي ظهور 5 على الأقل حتى نقول إنه هذا الشخص مصاب بالاكتئاب أو هذا الشخص غير مصاب بالاكتئاب. طيب، ما هي أهم هذه الأعراض؟ العرض الأول هو عدم الشعور بالفرح أو شعور بالحزن. يعني الناس مثلا خرجوا مع بعضهم البعض في نزهة، هم مستمتعين، هم مبسوطين، ولكن هذا الشخص المكتئب سبحان الله لا يشعر بهذه السعادة ولا يشعر بهذه الفرحة. يقول لماذا هؤلاء الناس يضحكون وعلى أي شيء هم سعيدون؟ إذن هذا العرض الأول. العرض الثاني فقدان الأمل. يعني يشعر الإنسان بأنه حقيقة هو فاقد للأمل، كل شيء سوداوي، أي شيء سيفعله سيفشل، سيشعر بصعوبة فعل الأشياء، وهو يعني يفقد الاهتمام حتى بالأشياء. سبحان الله. من الأعراض التي تترافق في مقياس هاملتون فقدان الطاقة. ما عندي طاقة، ما عندي حيل، أشعر بالتعب، بالأعياء، آلام في جسمي، آلام في عضلاتي، كأني مكسر. أصحو من النوم بعد نوم 8 ساعات أو 9 ساعات وأنا أشعر بالتعب الشديد. وليس هذا فقط، لا أستطيع القيام بأبسط الوظائف اليومية أو الأشياء الروتينية التي أقوم بها، وبنفس الوقت ما لي خلق وما لي نفس ومش جاي على بالي وما لي رغبة وخليها لبكرة، وهكذا دائما يتكرر هذه الأعراض. من الأعراض الأخرى التي تحدث أو حسب مقياس هاملتون التفكير بالموت. كثير من الناس اللي عندهم اكتئاب يفكرون بالموت، وأحيانا يفكرون بالانتحار، ومنهم من ينتحر حقيقة، وهذا بيكون عادة في المراحل المتقدمة جدا من عملية الاكتئاب. من الأشياء التي تحدث عند المريض المكتئب أيضا حسب مقياس هاملتون اضطرابات النوم. إما ينام كثيرا أو يصاب باضطراب ضعف النوم، أرق في النوم، صعوبة في بداية النوم، أو صعوبة في إكمال النوم. يعني ينام المريض في البداية لا مشكلة، ولكن بعد 2 أو 3 أو بعد 2 في الليل يصحو ولا يستطيع العودة إلى النوم، أو ينام وهناك كمية كبيرة وهائلة من الكوابيس المزعجة وينام ولا يشعر بالراحة. يعني ينام 8 ساعات أو 9 ساعات ويقول دكتور كأني لم أنم، ما زلت ضعيفا وأعاني وتعبان بشكل كبير من بالرغم أني نمت بشكل كثير. من الأعراض التي يمكن أن تحدث في الاكتئاب اضطرابات الشهية. تجد إما المريض تفتح شهيته بشكل كبير، ونحن نسمع هذا، وواحد من الناس يقول والله دكتور أنا لما أكتئب أو أكون حزين بنفش بالأكل، يعني أكل كمية هائلة من الأكل. وبالعكس سبحان الله قد يصير اضطراب في الشهية وضعف في الشهية ونقصان في الوزن كذا. طبعا هذا يترافق إما مع زيادة الوزن أو نقصان الوزن. من الأعراض الهامة التي يمكن أن تصيب مريض الاكتئاب ضعف الذاكرة وضعف التركيز والتشوش، تغيم الفكر، صعوبة اتخاذ القرار سبحان الله، والنسيان. يعني يقول شخص يا الله أنا أنسى أبسط الأشياء، يعني شيء حدث معي قبل دقيقة أو دقيقتين لا أستطيع أن أتذكره، لا أستطيع أن أركز، مشتت بشكل كبير. في الحقيقة
ليس شرط أن تظهر كل هذه الأعراض كما ذكرنا، يكفي أن يظهر 5 أعراض حتى يتم تشخيص الاكتئاب. النقطة الهامة هنا أنه ليس من الشرط أن تتكرر هذه الأعراض. أصلاً مقياس هاملتون يقيم درجة تكرار الأعراض فيقيم شدة المرض، فإذا الأعراض تتكرر يومياً وعدة مرات في نفس اليوم يقول إنه هذا اكتئاب شديد، ولكن إذا تتكرر بشكل قليل أو بسيط أو متباعد يقول اكتئاب خفيف، وهناك اكتئاب وسط، وهناك اكتئاب شديد جداً، وهكذا. طيب، حسب نظام الغذاء الميزان ما هي أسباب الاكتئاب؟ نحن في الحقيقة نعتقد ولدينا أدلة قوية علمية وأدلة حتى من القرآن والسنة إن نقص العناصر الواصلة إلى الدماغ هو واحد من الأسباب الرئيسية لحدوث الاكتئاب والقلق والهم والغم والحزن والوسواس والنرفزة والعصبية إلى آخره. والحقيقة أن الأبحاث كثيرة أثبتت، وأنا إن شاء الله سيكون هذا الموضوع مختصر مفيد، ولكن سأتحدث عن هذا الموضوع في حلقات كبيرة وواسعة. يكفي أن نعرف أن نقص الحديد على سبيل المثال بسبب اكتئاب، نقص المغنيسيوم بيعمل عصبية ونرفزة وتوتر وقلق، نقص الزنك يؤدي إلى فقدان المشاعر، يعني يصبح مشاعر الإنسان بلانت، يعني ما عنده مشاعر، ولذلك حتى قيل أنه يعني نقص الزنك يؤدي بسموه عنصر الحب، فقدان الحب وفقدان المشاعر. والحقيقة أنه أثبت نقص المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس يترافق مع مرض فرط التشتت وفرط الحركة وصعوبة التركيز وضعف الذاكرة إلى آخره، والموضوع كبير ويطول جدا. نحن نعتقد في الحقيقة أنه نقص هذه العناصر الواصلة للدماغ سيؤدي إلى إنقاص قدرة الدماغ على اصطناع النواقل العصبية، ومن ثم سيحدث خلل في توازن النواقل العصبية في الدماغ. طيب، ما هي هذه النواقل العصبية؟ النواقل العصبية ببساطة هي مركبة كيميائية تنقل التنبيه بين خلية عصبية وخلية عصبية أخرى. عندما قام العلماء بدراسة الخلايا العصبية وجدوا أنه التنبيه مثلا يمر من الخلية العصبية الأولى ينتقل إلى الخلية العصبية الثانية ثم الخلية العصبية الثالثة وهكذا. عندما اقتربوا بين خليتين عصبيتين متجاورتين، يعني بينهم تنبيه، وجدوا أنهما غير متلاصقتين، يعني هناك مسافة بينهما. فاستغرب العلماء، طب كيف ينتقل التنبيه وقد قطع الطريق؟ يعني تخيل أنا ماشي مثلا في طريق، فجأة هناك وادي سحيق، وأنا يعني مقطوع الطريق ولا يوجد جسر ولا يوجد أي شيء، وأنا في الطرف الثاني أرى القسم الثاني من الطريق ولا أستطيع أن أكمل بسبب الوادي السحيق الموجود بين الطريقين. ماذا أفعل؟ الله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته وفضله خلق ما يعرف باسم النواقل العصبية، نوع من الطائرات سبحان الله تنقل التنبيه عندما يصل من نهاية الخلية العصبية، تحمل الطائرة هذا التنبيه وتذهب إلى الطرف الثاني وتوصل التنبيه ثم تعود إلى قواعدها لتنقل تنبيه ثاني وثالث ورابع. طيب، كم عدد هذه الطائرات؟ وجد العلماء أن عدد النواقل العصبية تقريبا 73 نوع، وإحنا سمعنا بأكثرها، يعني الناقل العصبي السيروتونين، النور أدرينالين، الأدرينالين، الدوبامين، الأسيتيل كولين، الجابا، الجلايسين، كل هذه عبارة عن نواقل عصبية وقد تكررت على مسامعنا لكثرة انتشار الاكتئاب ولكثرة انتشار هذه المشاكل وهذه الصعوبات. على كل حال، الطب الحديث يحاول دائما علاج الاكتئاب، وهو يعتمد على ما يعرف باسم نظرية المونوأمين، الأمين الأحادي. ما هي هذه النظرية؟ وجدوا أنه الحمض الأميني التيروزين هو الحمض الأميني الذي تصنع منه النواقل العصبية، يعني مثل الدوبامين على سبيل المثال، الأدرينالين والنور أدرينالين وحتى السيروتونين يصنع من هذا الحمض الأميني. ولذلك كل فكرة العلاج، يعني علاج الاكتئاب وعلاج القلق والوسواس بالأدوية، هم يحاولون إعادة توازن أو رفع الناقل العصبي الناقص بين الخلية العصبية والخلية العصبية الثانية. ولكن إيش مشكلة العلاج بالطب الحديث؟ نحن نعتقد أن الأدوية عمياء،
يعني ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نحن بالنسبة لنا لا نقول سبحان الله، ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيه عقل وفيه هداية وفيه توازن ويحقق التوازن، تمام؟ ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع دعوني أنا أذكر لكم إن المصائب التي عملها الناس في عملية الزراعة وتغيير طرق الزراعية، هذه كلها كانت سبب من أسباب نقص الغذاء ونقص العناصر في الطعام. يكفي أن نعرف إنه إضافة السماد الكيماوي على التربة، هذا السماد الكيماوي يساهم في نقص 11 عنصر من عناصر التربة من خلال التأثير زيادة حموضة الأرض، هذا بدوره يؤثر على ما يعرف باسم المفصليات والبكتيريا والفطريات والأوليات والطحالب الموجودة في التربة، وهذه بدورها تساهم في تكامل الدورة التكاملية الطبيعية للنباتات. من أجل هذا أصبحت ثمارنا وخضارنا وفواكهنا الآن بلا طعم ولا نكهة ولا رائحة ولا لون. والمشكلة إنه هذه ليست فقط طعم ونكهة ورائحة ولون، هذه عناصر حقيقية يحتاجها الدماغ. رأينا كيف نقص الحديد في الدماغ بيسوي اكتئاب، ونقص المغنيسيوم يسوي قلق وفرط تهيج وعصبية، ونقص الزنك يؤدي فقدان الحب، ونقص المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس يؤدي إلى فقدان التركيز وفرط التشتت وضعف الذاكرة والنسيان والتهيج إلى آخره. طيب ماذا نفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن بركة منتجات الغذاء الميزان، ونقول أننا تبعنا مفهوم البركة لغويا وفي القرآن والسنة، وجدنا أن الأصفهاني قد ألف كتابا اسمه المفردات في غريب القرآن، وعندما جئنا إلى كلمة البركة وجدنا أنه يعرفها بأنها ثبوت الخير الإلهي في الشيء. ونحن نقول أن إذا هذا الشيء ثبت فيه خير إلهي ازداد ونمى وربى وترعرع وكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بحثنا في القرآن فقد أشار أن الله سبحانه وتعالى قد أضاف البركة إلى أماكن معينة وأزمان معينة وأشخاص معينين. من الأماكن التي باركها الله المسجد الحرام، إذ قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومن الأزمان التي باركها الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، إذ قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. ولاحظوا عملية الزيادة، ليلة واحدة لها من الأجر أكثر من ألف شهر، أي أكثر من 30,000 ليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤكد بركة المسجد الحرام، إذ قال: صلاة في المسجد الحرام عدل 100,000 صلاة. ولذلك عندما اخترنا صناعتنا من أطعمة القرآن ظننا أن هذه الأطعمة مباركة لأنها وردت في القرآن الكريم، إذ يقول الله سبحانه وتعالى عن بركة القرآن: وكتاب أنزلناه إليك مبارك. وأيضا هذه الأطعمة بذاتها هي مباركة، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهذا الزيت يأتي من شجرة مباركة. وقد أكد هذا المفهوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وفي رواية أحمد قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك، العلة أنه مبارك. أيضا عن الخل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي. وهناك حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تتبع البركة سواء كانت مكانية أو زمانية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. حثنا أن نشد الرحال إلى أماكن 3 مباركة ورد فيها نص بأنها مباركة.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر إذ تأتي ليلة القدر يوقظ أهله حتى يدركوا أجر وبركة هذه الليلة. من هنا كنا نعتقد أن استخدام الزيت والخل والريحان التي ورد ذكرها في القرآن يجعل فيها بركة، والبركة تعني الزيادة والنمو والربو. إن شاء الله تابعونا حتى نتحدث عن مزيد من مواصفات وخصائص منتجات الغذاء الميزان، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.